صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده هيكون معانا تمارين هدفها ان هي تحفظ التوازن لكبار السن. معظم كبار السن بيعانوا دايما من مشاكل ان هم مثلا توازنهم بيختل في بعض الحاجات الحياتيه العاديه، وهم بيتحركوا في البيت وبتاع ممكن يقعوا لا قدر الله، وده بيسبب طبعا مشاكل كبيره ليهم. لكن النهارده هنبتدي نعمل تمارين بسيطه لكبار السن او المتقدمين في السن تمنع من حدوث المشاكل دي، وتحاول على قد ما تقدر ان هي تحافظ على التوازن بتاعنا. اول تمرين هنعمله هنمسك او هنستعين بحاجه زي الكرسي كده، وهنبتدي نقف على كعب رجلنا ونطلع لفوق نسبه 10 ثواني وننزل، نطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ننزل، نطلع تاني 1 2 3 4 5 6 وهكذا. ممكن نعمل 10 تكرارات مثلا، بعدين هنرجع لورا سنة وهنطلع لفوق كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ريح تاني كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وريح. حسيت ان انا قادر ان انا اعملها كويس، حاول ارفع ايدي من على الكرسي ما بعدهاش بعيد قوي، ارفعها عشان في حالة ان انا توازني يختل او حاجة اقدر ان انا امسك بسرعة. 1 2 3 واقلل في العداد، يعني ممكن اعمل 3 ل5 عدات، 1 كده بالشكل ده 2 3 1 2 3 اوكي. هطلع لفوق 1 2 3 انزل 1 2 3 انزل 1 2 3 انزل بشويش. تاني تمرين هيكون معانا حاول اطلع برجلي كده واثبت وتدريجيا اسيب الكرسي، حاول ان انا اسيب الكرسي اهو، حسيت ان انا هقع بمسك على طول واطلع تاني لورا واثبت، حاول اثبت 10 ثواني وكرر ده برضو 10 مرات. الرجل التانية واطلع واثبت رايح، اطلع واثبت تاني ورايح. هكرر الرجل التانية لقدام، ارفع رجلي قدام واثبت يا رايح تاني 10 ثواني او على قد ما اقدر كده رايح. رجلي التانية استحسن برضو يكون في حد معايا واقف جنبي في حالة ان انا ما قدرتش امسك الكرسي او حاجة واختل توازني، يكون هو جنبي برضو ويساعدني بالشكل ده كده. بعدين هحاول ان انا امشي واحط رجلي دي قدام دي بالشكل ده، استحسن اكون برضو جنب حيطة او في حد ماشي معايا وجنبي علشان يساعدني بالشكل ده كده. كمان ارجع لورا واخر تمرين هيكون معانا ان احنا هنقعد على الكرسي بالشكل ده كده، نحاول نخلي رجلينا بشكل زاويه قايمه، هنميل بظهرنا ونطلع لفوق 1 ونقعد تاني 2 نقعد تاني 3 أربعة. ما قدرناش إن احنا نعمل كده، يا هنساعد بإيدينا هنا في ركبتنا بالشكل ده، يا هنطلع باستخدام إيدين الكرسي بالشكل ده كده. مع التكرارات ومع الوقت هنقدر إن احنا نتطور في التمارين. كان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي الأهلي بالجزيرة.